أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، صدق الله العلي العظيم. تجربة سهلة، تتمكن أن تفعلها في بيتك، قل لطفل صغير: أريد أن أعطيك عيدية مثلا، ثم أخرج مبلغا من المال فورا وأعطه، سيفرح ويبدي فرحه لك. بعد أيام أو في فرصة أخرى، قل لنفس ذلك الطفل: أريد أن أعطيك هدية كبيرة جدا، ثم لمدة أسبوع 10 أيام كرر عليه ذلك مرات وكرات: أريد أن أعطيك هدية عيدية كبيرة جدا. بعد أسبوع، بعد 10 أيام أعطه نفس ذلك المبلغ السابق، فإنه لا يفرح بل يحزن، ربما يبكي. لماذا؟ ما الفرق؟ الطفل نفس الطفل، الهدية العيدية نفس العيدية. العيدية ما كانت باستحقاق في المرة الأولى ولا هي باستحقاق في المرة الثانية، هدية كانت. المعطي نفس المعطي، لماذا في المرة الأولى فرح في المرة الثانية يحزن؟ ما الفرق؟ الفرق أنك في المرة الأولى قلت له: أعطيك هدية، وفورا أعطيته. في المرة الثانية بسبب فترة الوعود، بسبب أن الوعد كان أنك تعطيه هدية كبيرة، بسبب كلماتك رفعت مستوى توقعه. كان يتوقع في المرة الثانية أن يكون الشيء كبيرا جدا، فصدم بسبب هذه الصدمة يحزن، ربما يرفض، ربما لا يقبل أصلا العيدية والهدية. الفارق مستوى توقع الشخص. في المرة الأولى ما كان توقع، مجرد ما قلت له تريد أن تعطيه عيدية أعطيته، يعني حصل شيء له من دون أي توقع، فرح طبعا يفرح.
الصدمة بالحقائق بسبب ارتفاع مستوى التوقع. تجربة ثانية جربوها سهلة جدا. طفل صغير اشترى له لعبة صغيرة، سيارة صغيرة. اجعل هذه اللعبة الصغيرة في علبة صغيرة، غلف هذه العلبة، أعطه هذه العلبة. أو مثلا بنت لعبة صغيرة، اجعلها في علبة صغيرة مناسبة لها، غلفها أعطها. تفتح العلبة تفرح، أو الطفل يفرح. نفس هذه اللعبة اجعلها في صندوق كبير وغلف الصندوق تغليف جميل. أعطي هذه اللعبة، هذا الصندوق الكبير الذي فيه لعبة صغيرة، أعطيه للطفل، يفتح بفرح لما عندما يرى هذه اللعبة الصغيرة، يصدم، يحزن، يبكي. العلبة نفس اللعبة، نفس اللعبة، الطفل نفس الطفل. لماذا في المرة الثانية يبكي؟ لأنه بسبب حجم هذا الصندوق توقعه كان أن هذه اللعبة لعبة مهمة جدا، كبيرة، جميلة جدا. صدم بالواقع الصغير. في المرة الأولى لا، المظهر كان هو هذا المظهر، علبة صغيرة، اللعبة أيضا صغيرة. مشكلة الإنسان بسبب توقعه الرفيع، مستوى توقعات عالية. لماذا الزهاد في الدنيا لا يصدمون والناس يصدمون؟ الفارق هو هذا، الناس يتوقعون من الدنيا أن تكون صافية، دافية، مريحة. واقع الدنيا ليس هذا. الإنسان الزاهد في الدنيا لا يتوقع هكذا شيء، يعرف الدنيا هذه حالها، فلا يصدم. في المصائب الناس يصدمون، الناس الذين يعرفون الدنيا لا يصدمون. لماذا؟ لأنه يعرف. هذا الطفل الذي أعطيته صندوقا كبيرا وفيه لعبة صغيرة، لو كان من البداية يعرف أنك طريقتك هكذا، أحيانا تعطي صندوقا كبيرا فيه لعبة صغيرة، أحيانا تعطي صندوقا كبيرا فارغا، لو كان يعرف من قبل ما كان يصدم ولا يبكي. لأنه لا يعرف، يتصور في هذا الصندوق شيء كبير، يرى شيء صغيرا. الإنسان الذي يتصور أن الدنيا تكون حلوة، الدنيا تكون على مزاجك، هذا الشخص يصدم في الدنيا، تحصل له مصيبة. الدنيا طبيعتها هذه مرة مرة، تريدها حلوة طبعا تصدم. الزاهد لا يصدم. كلامنا اليوم ليس عن الزهد ولا عن الزهاد، كلامنا اليوم عن إحدى، كلامنا اليوم عن مشكلة اجتماعية وبالخصوص مشكلة عائلية كبيرة، إحدى أهم أسباب، ليس سببا عاديا، من الأسباب المهمة، لا من أهم الأسباب، إحدى أهم أسباب المشاكل بين الناس ارتفاع مستوى التوقعات. لعله أكثر من 70% من حالات الطلاق بين الزوجين، أحد أهم أسباب هذا الطلاق هو أن مستوى توقع أحد الزوجين أو كليهما مرتفع.
إحدى أهم أسباب لعله في أكثر من 70% من حالات القطيعة بين الأقارب، القطيعة بين الأصدقاء، سببه أو إحدى أسبابه، إحدى أسبابها ارتفاع مستوى التوقع من الطرفين أو من طرف واحد على الأقل. تتوقع شيئاً والواقع شيء آخر، فتصدم، تزعل، تحصل مشكلة. إذا كنت تعرف الواقع اللعبة الصغيرة ما كنت تصدم. بكل صراحة، بكل وضوح أقول للشباب الذين لم يتزوجوا يريدون أن يتزوجوا في المستقبل إن شاء الله تعالى، اعرف أيها الشاب الزوجة التي ستتزوجها إن شاء الله تعالى لم تأت من المريخ ولم تأت من القمر، ولا هي قمر ولا هي شمس، بنت عادية من هذا المجتمع. خلاص لا تتوقع أكثر من ذلك. البنت هذه التي تريد أن تتزوجها في المستقبل، هذه البنت ليست على إطارك أنت، هي بشر عندها أحاسيس، عندها طبائع، توقعها لعبة صغيرة. خلاص لا تصدم، تفرح، تعيش معها 70 سنة مع كل مشاكلها. أما إذا توقعتها لعبة كبيرة في صندوق كبير تصدم أنها لعبة صغيرة. لا أقول هي فيها مشكلة، لا، مشكلة توقعك. هي بنت حالها حال بقية البنات، نعم إن شاء الله فيها شيء من التدين، إن شاء الله فيها شيء من الأخلاق، لا بأس. تتوقع أن تكون جميلة غاية الجمال، أخلاق في أعلى مستوى الأخلاق، متدينة راقية جدا، تصدم بالواقع. من الذي يتأذى؟ أنت. أنت لا تتمكن أن تغير الدنيا وحقيقة الدنيا. أنت الفتاة المقبلة على الزواج، هذه الصور التي في ذهنك من زوجك المستقبل 90% منها أوهام. شاب حاله حال بقية الشباب، لا تصور هذا الشاب كذا. تصدمين بلعبة صغيرة في الصندوق. الصندوق مشكلتك، المشكلة ليست في اللعبة، أنت بأوهامك صنعتي صندوقا كبيرا، واقعه لعبة صغيرة، واقعه شاب متدين حسن الأخلاق إجمالا وخلاص. أقرأ لكم حديث لطيف في صحيحة علي بن مهزيار، الرواية الشريفة في الكافي الشريف، يقول: كتب علي بن أسباط، علي بن أسباط شخصية كبيرة راقية جدا، كتب علي بن أسباط إلى الإمام أبي جعفر. أبو جعفر هنا يعني الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. علي بن أسباط من أصحاب الإمامين الرضا والجواد صلوات الله عليهما. كتب علي بن أسباط إلى الإمام أبي جعفر صلوات الله عليه في أمر بناته، وأنه لا يجد أحدا مثله. يريد أن يزوج بناته، لا يجد أحدا مثله. هو إنسان راقي جدا، ينظر في الشباب، هذا الشاب لا مو مثله، ثاني ثالث لا يجد. فكتب إليه الإمام أبو جعفر صلوات الله عليه: فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحدا مثلك،
فلا تنظر في ذلك رحمك الله، لا تنظر هكذا نظرة، نظرتك فيها مشكلة. فلا تنظر في ذلك رحمك الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لا، الرواية الشريفة تقول يعني قمة في الأخلاق، عجيب، قمة في الأخلاق، كان مثل علي بن أسباط، كان أفضل من علي بن أسباط. الإمام يقول لا تنظر هكذا نظرة. النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، ترضون خلقه إجمالا متدين، إجمالا مخلوق، خلص تريد أن تكون، أن يكون الزوج زوج بنتك المستقبل، في المستقبل هذا الزوج يكون بمستوى مرجع تقليد مقدس في التقوى، لا، تريد أن يكون هذا الزوج المستقبلي لبنتك أخلاقياته بمستوى راقية جدا، غلط. تتوقع هكذا توقع ثم تصدم بعد سنة بعد سنتين، تطلب البنت الطلاق. لماذا تطلب الطلاق؟ الزوج يريد أن يطلق، لماذا يريد أن يطلق؟ لهذه الصدمة. الصدمة مشكلتها من أين؟ من شخصه نفسه، هو صنع شيء كبير. سؤال: لماذا ترتفع مستوى توقعاتنا؟ هناك أسباب. السبب الأول، أس الأسباب السيئة، الجهل. الجهل، الجهل بحقيقة الدنيا. لا، الدنيا إن شاء الله تكون جميلة، ليس هذا واقعها، الله عز وجل ما خلقها هكذا. الجهل بطبائع الناس، يا أخي الناس طبائعهم مختلفة، أنت لك طبائع، زوجتك تربيت في أجواء ثانية، لا أقول تربيت في أجواء ثانية، يا أخي أخوك، أخوك من أبيك وأمك أخلاقياته تختلف عن أخلاقياتك، عنده طبائع مختلفة عن طبائعك، أخوك كيف تتوقع أن تكون زوجتك مثلك بنفس الطبائع؟ طبعا تختلف، بشر. الجهل بالصفات السيئة كثيرا كثيرا ما تحصل مشاكل بسبب أنني أتصور أن هذه الصفة في زوجتي صفة سيئة، هي صفة حسنة أصلا فيها. الصفات الحسنة في الرجال والنساء مختلفة، بعض الصفات الحسنة في الرجال سيئة في النساء، بعض الصفات الحسنة في النساء سيئة في الرجال. هذه الكلمة سمعتها مرارا تكرارا، أنتم أيضا سمعتموها حتما عندما تحصل مشاكل بين الزوجين. المرأة تقول: زوجي قليل الأحاسيس، أحاسيسه ضعيفة. طبعا هو رجل، المرأة تتوقع أن زوجها يكون مثل امرأة، غلط. أنت تزوجتي رجلا، تريدينه رجلا، الرجل أحاسيسه ليست كأحاسيس المرأة، تعتبر ذلك نقصا، هذا ليس نقص، هذا الشيء حسن في الزوج. الأزواج كثيرا كثيرا، أنا سمعت، أنتم أيضا سمعتم، الأزواج يشتكون من زوجاته، يقول: زوجتي عنود. العناد صفة حسنة في المرأة، ليست صفة سيئة. يريد الرجل أن تكون المرأة مثل الرجل، لا، غلط. المرأة لها ظروف معينة، أبعاد معينة، جسمانية نفسية مختلفة.
الجهل بالصفات الحسنة والصفات السيئة. أعتبر الصفة الحسنة صفة سيئة، هي صفة حسنة أصلا. الجهل بالأعذار، الله أكبر من هذه المشكلة. كثيرا ما الشخص عنده عذر، أنا لا أعرف العذر، جاهل، لا هذا صنع هكذا لأجل الشيء الفلاني، أفسر تصرفه بتفسير سيء بناء على ذلك أبني، أزعل، الزوج يطلق، الصديق يقاطع صديقه، القريب يقاطع قريبه، بسبب ماذا؟ بسبب جهل بالأعذار، يا أخي عنده عذر لعله. المشكلة الأولى التي تجعل توقعاتنا ترتفع مشكلة الجهل. المشكلة الثانية التي ترفع مستوى توقعاتنا التربية السيئة. تربية من؟ أولا تربية الآباء والأمهات، مدلع حسب تعبيرنا، دلال أكثر من اللازم. الطفل الذي يتعلم على الدلال يصدم بواقع المجتمع. حتما رأيتم بعض الأطفال الصغار في أجواء دارهم، في أجواء أهلهم، طفل مدلل، أي شيء يريد ينفذ. هذا الطفل عادة ما لا يتمكن أن يعيش مع بقية الأطفال في المجتمع، دائما يبكي. هذا الطفل هكذا صنع، هو ما صنع شيئا، أنت توقعك زائد. مشكلة تربية الآباء والأمهات تربية سيئة. تربية المدارس والجامعات السيئة. تربية المجتمع السيئة. وهذا الويل في زماننا هذا من هذا، تربية هذه الأجهزة الذكية، الصور التي يراها الشخص في هذه الأجهزة، مقاطع الفيديو التي يراها، رأى مقطع فيديو امرأة كاملة المواصفات، جسمها كذائي، كله كذب في كذب، هذا من وراء الكاميرا، في جسمها 1000 نقص. النواقص لا تتبين في من وراء الشاشة، من وراء التلفزيونات، من وراء الكمبيوتر، من وراء الأجهزة الذكية. هذه يبينون الجانب الجميل طبعا، توجد نساء بهذا المستوى من الجمال، زوجته عادية، يصدم، كذب، ذاك كذب. أنت ترى المقاطع، مقاطع الفيديو والصور ربتك تربية سيئة، جعلت مستوى توقعك عالية بسبب ماذا؟ بسبب أوهام من صور، من مقاطع فيديو. لنفرض 1 بالمليون هذه الصورة التي رأيتها في هذا المقطع، مقطع فيديو، صورة، رسم، أي شيء كان واقعيا، لنفرض أنت تريد أن تعيش مع جسمها فقط؟ أخلاقها كيف؟ هذه التي فرضاً كاملة المواصفات في جسمها، أخلاقها تذبحك. لا، أخلاقها أيضاً جميلة، من وراء الشاشة تتمكن أن تعرف أخلاقها، رائعة الأخلاق طبعا، يبينون الجوانب الحسنة الجميلة. أول ما تأتي إلى دارك في أصغر مشكلة لا تتحمل، في أصغر كذا تعمل عملا خطأ. لنفرض فرض وراء فرض، كلها فرض أو أوهام. لنفرض امرأة كانت جميلة جدا، خلوقة جدا، دينها يذبحك. إذا لم تكن متدينة لا تتمكن أن تعيش معها أصلا. أنت رجل عندك أحاسيس معينة تجاه الزوجة. فرضنا كل ذلك في الأعلى، في أعلى الدرجات، ما خبأته الدنيا لك،
جميلة جدا، رائعة الأخلاق، دينها قمة بمستوى دين مرجع مقدس فرضا. الدنيا ماذا تخبئ لك لا تعلم. اليوم هكذا هي، أمس كيف تكون، غدا كيف تكون لا تعلم. لا أقول أنت لا تعلم مستقبلها، مستقبلها أنت لا تعلم مستقبل نفسك. أنت اليوم حسن الأخلاق، غدا كيف تكون لا تعلم. تعلم كيف تكون أمس غدا أنت؟ لا. إن كانت توقعاتك سيارة صغيرة لا تصدم، تعيش معها 70 سنة 90 سنة إن شاء الله. إن كانت توقعاتك كبيرة، حتى لو كانت هي الآن كبيرة تصبح صغيرة ممكن فتصدم. العظماء لا يصدمون، لماذا؟ لأنه دائما مستوى توقعاتهم هابطة نازلة. العظماء يعيشون مع كل الناس، هم لا يتنفرون مع أي شخص، لأنهم يفهمون أن الناس ممكن أن تكون أخلاقياتهم مختلفة عن أخلاقياتهم 180 درجة، يفهمون. إذن المشكلة الاجتماعية بينك وبين صديقك، بينك وبين قريبك، المشكلة العائلية بينك وبين زوجتك، إحدى أهم الأسباب توقع، إما منك أو منها، إما منك أو منه، من صديقك، من قريبك، أو منكما معا. كلامي كله امسحه. تذكر كلمة حكمة أريد أن أنقلها لك لا أحد الحكماء، كلمة جدا جدا مختصرة، عبارة من 4 كلمات فقط. يقول هذا الحكيم: الأماني تعمي أعين البصائر، الأماني تعمي أعين البصائر. كلمة حكمة لحكيم عظيم عادل. من هو هذا الحكيم؟ هو سيدك ومولاك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. الذي يعمي أعين البصائر، البصائر البصيرة، الإنسان يرى الحقائق. ما الذي يعمي هذه الأعين بحيث لا يرى الحقائق، لا يرى الواقع، لا يرى واقع الدنيا؟ الأماني، أوهام، توقعات، توهمات. كلمة أمير المؤمنين لماذا أبدلها؟ أماني، أمنية، إن شاء الله أنا. هذه تعمي أعين البصائر، لا تتمكن أن ترى الواقع، لا تتمكن أن ترى الحقائق. اجعل حسب التعبير إكس على الأماني سترى الحقائق، أعين البصائر عندك تعمل، ترى لا تعمى. قو الأماني، أعين البصائر ما عندك، لا ترى الحقائق، تعيش في أوهام. احفظ هذه الكلمة. أقول اكتب هذه الكلمة، كلمة من 4، يعني جملة من 4 كلمات، اكتب هذه الكلمة على الأقل، اجعلها أمامك في مكان لمدة يوم، يومين، أسبوع. وكرر الكلمة، تحفظونها: الأماني تعمي أعين البصائر. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول:
وغرتهم الأماني. يعني حتى في الأمور الأخروية الأماني مشكلة، توقعات لا لا لا، الدنيا ليست هكذا. يصادق طاغوتا، يصادق سفاكا للدماء بسبب أماني. هي أنا صديق معه، هو يذبحك، هو يقتلك، هو يسجنك، هو يظلمك. وغرتهم الأماني، هذا غرور، غرور يعني الجهل، هذا ليس واقعا. حتى جاء أمر الله، أمر الله يأتي أيا فسرنا هذه الكلمة. الحقيقة تأتي في الدنيا، أمر الله تأتي، يأتي أمر الله في الآخرة، أمر الله يأتي، حتى جاء أمر الله. أزل التوهمات، عش الحقائق. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولا زلنا في أيام مولده الشريف المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى ببركاته أن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.